وأزكى التحيات وأوسعها على هذا العبد الذي وفى بحق العبودية وبرز فيها في خلعة الكمال وقام بحق الربوبية في مواطن الخدمة لله وأقبل عليه غاية الإقبال. صلى الله عليه وسلم. صلاة يتصل بها قريش محمد يصلي عليه به فينبسط في قلبه نور سر تعلق ويكتب بها بعناية الله في حزبه وعلى آله وصحبه الذين ارتقوا صهوة المجد بقربه وتفيأوا ظلال الشرف الأصلي بوده وحبه مع اللهم صل وسلم أشرف الصلاة على سيدنا محمد
Mama.
حبيبي. اسكت اسكت. Bluetooth mode. Bluetooth mode. صلى الله عليه. فكان مستقره في الأسلاب الفاخرة والأرحام الشريفة الطاهرة حتى برز في عالم الشهادة بشرا لا كالبشر ونورا حير الأفكار صلى الله عليه. تألقت همة الراقم لهذه الحروف بأن يرقم في هذا القرطاس ما هو لديه من عجائب ذلك النور معروف صلى الله عليه. أيسر لا تفي بعشر معشار أوصاف ذلك الموصوف تشويقا للسامعين من خاص المؤمنين وترويحا للمتعلمين بهذا النور المبين صلى الله عليه. إلا فأنا تعرب الأقلام عن شؤون خير الأنام ولكن أسني إلى تدوين ما حفظته من سير أشرف المخلوقين وما أكرمه الله به في مولده من الفضل الذي عمل العالمين بقيت رايته في الكون منشورا على مر الأيام والشهور والسنين داعي التعلق بهذه الحضرة الكريمة ولاعج التشوق إلى سماء أوصافها العظيمة صلى الله ينفع به المتكلم والسامع فادخلان في شفاعة هذا النبي الشافع وتروحان بروح ذلك اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا نبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم حرك متاعك إلهنا سيدي أرحم طاياك أرحم
إلهنا سيدي سادت نتر المراحل حرك مطايا حرك مطايا Thank you.
تشرف بكتابته القلم والقرطاس وتتنزه في حدائقه الأسماء والأبصار أن أول شيء خلقه الله هو النور المودع في هذه السورة صلى الله عليه. هذا الحبيب أول مخلوق باز في العالم ومنه تفرع الوجود خلقا بعد خلق فيما حدث وما بسنده عن جابر بن عبد الله الأنصار رضي الله عنهما قال قلت يا رسول الله بأبي وأمي أخبرني عن أول شيء خلقه الله أشياء. قال يا جابر إن الله خلق قبل الأشياء نبيك محمد صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت أعين في الخلق آخرهم في البعث. وقد تعددت الرواية أنه أول الخلق وجودا وأشرفهم مولودا السعادية لها قطة خفية اختصت من شاءت من البرية كمال الخصوصية صلى الله عليه وسلم مبين أصلاب شرفته من العالمين فتنفق نور من صلب آدم وإبراهيم وإبراهيم حتى يد العلم القديم إلى من خصصته بالتكريم أبيه الكريم عبد الله عبد المطلب والقدر العظيم صلى الله عليه وسلم التي هي من المخاوف آمنة السيدة الكريمة صلى الله عليه وسلم فألقوا إلى فضمت أحشاؤها بمعونة الله فبت على حقها قرة وصومها صلى الله فحملت برعاية كما ورد عنها حملا خفيفا هو ثقلا ولا تشعر منه ألما ولا شعر بعد الشهر من حمله وقرب بروزه إلى عالم حتى تنبسط على لهذا العالم حبوبات فضله وتنتشر فيه أثار مجده الصغير اللهم صل وسلم اشرف الصلاه وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم ومنذ علقت به هذه الدرة المكنونة والجوهرة المشونة والكون كله يصبح ويمسي في سرور وابتهاج بقرب ظهور شراق هذا السراج والعيون متشوفة إلى بروزه متى
متشوقة إلى التقاط جواهر كنوز صلى الله. وكل دابة لقريش نطقت بفشيح العذار معلنة في كمال البشار وما من حامل حملت في ذلك العام إلا أتت في حملها بغلام من بركات وسعادتها هذا الإباء ولم تزل الأرض والسماوات مضمخة بعطر الفرح بملاقاة أشرف البريات وبروزه من عالم الخفاء إلى عالم الدور بعد تنقله في البطون والظهور فأظهر الله في الوجود بهتة التكريم وبسط في العالم الكبير مائدة التشريف والتعظيم ببروز هذا البشر اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على حسبنا تدرك مكاننا مدينا الله ربنا الله حسبنا تدرك مكاننا مدينا الله حسبنا وذلك ما كان مدينة الله ربنا الله حسبنا وذلك ما كان مدينة وذلك ما كان مدينة تتمني ربك ما كان مدينة مدينة الله 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 ربنا الله حسبنا ربك ما كان مدينة مدينة الله 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 ربنا الله حسبنا وحقي يا نوني نهي وقلام نازل
tumewetu peleke magana madina 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 tumewetu peleke magana madina 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 tumewetu peleke magana madina madina Thank you.
سيناو نمبريا سبع عود ثلوث